الليلة خطار على خطار على على فندق وصال حق وراني بعد بالمناسبة شاكر باسمكم على انه قبل استضافتنا في جماعتنا ذي الليلة اللي هامنا انها تعود من جميع الناس من جميع الفتوة ايه جميع الفتيان شاب ذكرتني ان الفتى من يقولها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي وقط قال ام اللي عنترة بن شداد قال فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مختضب سل صارمه سالت مضاربه واشرق الجو وانشقت له الحجوب. زين حتى انا احنا حربنا اللي لا ينخوض ما هي حرب السيوف احنا لا ينخوض حرب الكلمه. هو زين بعض موضوعنا موضوع شنو عندكم الفتوه؟ الله بعد زين عندنا شو قايل الدور فيها؟ الفتوه انا لهن عود هو قال لكم فيها معلومات وانا بعد قابلها. بكل فتاة حكم الله اعظم الفتوة ما سالوها الفتوة هاي الفتوة مبحث كبير وسيمة من سيم الأمة العربية تقد يقول حد عنها تنفرد به مع ان الأمم الثانية فيها زاد هي الفتوة غير ما انعرفت بالصفة اللي طلقتها عليها الأمة العربية على 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 عواهنها وعلى وعلى صيغها وعلى وعلى مميزاتها وعلى صفاتها اللي تجبر في أمة ثانية الفروسية وتوف والله تجبر الشجاعة وتوف والله تجبر الإقدام وتوف والله تجبر التفاني في خدمة الآخرين وتوف غير هي كمفهوم وكاسم معناك لا تجبر لها قبال ترشمة في لغة ثانية به اللي مفهومها يجسد في الأمة اللي وهو مجتمع نحن الموريتاني وهو مجتمع المنطقة اللي نحن فيها الفتوة فيها سيمة من سمات الإنسانية وسيمة من سمات التميز وسمات التفرد وسمات الكبر وسمات النبل ومن أحسن محاسنها على أنها ما عندها عرق ولا عندها جنس ولا عندها لون به لنفسه عصامي سودت عصامه وعلمته الكرة والإقدام وجعلته سيدا هماما وبه للسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى إلا صورة اللحم وشاكركم على اختياركم لهذا النوع من المواضيع هذا الاختيار المفتشل اللي مثلا فصل الحقيقه هو اللي وعدل له ذا النوع وعدلت له ذا النوع من الجلسات هو درسكم هو ميدانكم وحامد انا بعد المولانا وشاكر اللي قاعد مع ثلاث فتيان الله يبارك فيك اربعه زايد واحد انا بعد شوفوا سابق يتكلم محمد فاضل وسوق الشور لا تظهروا علينا الشمس تفضل انا بعد الناس قاعد اعود مذاكره ان شاء الله على كل حال نعرف انه الفتوه بالمفهوم الموريتاني تنطلق على الراجل اللي يعود اولا يعود ما هو حاسس بنفسه بعد قاعد هذه واحده هاي سيمه من سيماته كيف قلت انت صفة تميز يتميز بها الراجل عن الرجال الاخرين يعود ما هو حاسس بنفسه ويعود رقيق راسه كيف نقول ويعود يعرف شيء وكل شيء يعرف منه شيء زين وكل شيء يقدر يعدل منه شيء كيف؟ قالوا ان تعريف المثقف انه يعرف كل شيء عن شيء ويعرف من كل شيء شيئا هذا تعريف المثقف حتى زاد عندنا احنا عند المجتمع اللي احنا واحدين منه الراجل فيه من يعود يتميز بالخصال كاملة نقول له الفتى كيفاش في الزمن الأول كي عاد كان ركاب الخيل وركاب البل وصداف للشارع وذباح وسلاح وشوال وفي نفس الوقت اللي حتى انه قد ينصب ويعدل العيش
مهرم ما هو مترفد عن شيء وسند للضعيف وكريم هو من نفسه ويعرف شو مدينة أنت قاعد ليه. وأنا بعد قديت نعرف الفتاة في ذا المجتمع في ذا الله نقول لكم قلت يم الفتوة راجل كان معروف بالأداب والإحسان يم الفتوة راجل كان معروف بالأداب والإحسان بين الناس ولا قط الشيان في حد ودين وزين وزين طبعه ولا قط أم اللبان في شيكون كبير وثمين وعن صراته ما هو غفلان يعرف حكمه في الشرع مني وقباد زين بالأثمان لا توقت سلك وحدين كتاب ونقال ودوان وفي العادة يكتب الثنتين وطفل زاد من أهل صوان مفتوح العين الدق في عين فصوان وقافوا عجلان في النحية والشور اللي بين ليدين ويعرف حوص وزان الشور وحوص الشور علي ويعرب بيت الأعرب برهان علمه في النحو محقين ما هو دامر في النحو يبان هو في النحو يبان بتين وعنده في خبيط الشارع شان معروف من بين الخباطين ورقيق راسه ورقيق راسه فديدان الأعمال اللي تحتاج يدين العون يجي ما هو كسلان ويعدل معدل بتقين يخدم راسه والناس يتان فصل الناس في خدمة الأخرين يسوى في يوم اللي ميدان ومن أصعب زاد الميادين ما هو متحجل واللي فلان عنده ذاك يتفو بيه يهين ومن التكبر في البيضان وفي العرب الأخرين اللي شيء والصدق من أهله في اللي يقول واللي يفعل كامل ومين فيه وهذا هو مدلول عندي بعدانا باليقين يا من الفتوة زين حتى هذا ما شاء الله هذا الأخ الأصل للفتوة هذا مدخل رائع هذا بعد هو اللي عندي أنا في الفتاة مدخل زين ذا المجال اللي له إيش قال الأستاذ قان اللي اختفتوا فيه والله اللي اختفتوا فيه اللي اختفتوا تتكلموا عليه بهذه الجماعة اختيار قاع كيف تشي كيف قلنا مرتجل معناها عنده كامل لا يعود الا شيء مرتجل زاد هو به اللي معليه جماعة كان سابق واحد ولكن نقول على عن هذه الفتوة مفهوم كبير في هذه البلاد وفي بلاد شنقيط خاصة في البلاد العربية عامة وفي بلاد شنقيط خاصة نقول على عن هذه الفتوة تفتح لي قصص والله كبير والله من خلال مداخلته خالقين طلع قط سمعتك تحكيهم حول المعرفة والإنسان اللي يعود يعرف يلا فعلا يلا يعود عادي قد يتكلم ما حد ما عاد يعرف يلا يعود كيف تيان حاشم يعني هذا كان بحب إن شاء الله تعالى اللي منه جاد التذاكرة به ندور إن شاء الله نأخو عليه كان موش مباطئ لا عن هذه الفتوة لا عنها مفهوم عريض وطويل في هذه البلاد معروف الفتوة على عدة أنواع تقدر تعرف بالإجمال وتقدر تعرف بالتفصيل تعرف بالإجمال كيف ذا كان يقول محمد فاضل عن يعود رجاج عنده هذا كامل المشارب وتعرف بالتفصيل بعنه يعود فلان عراب معروف عنه عراب وتوف معروف عنه حواص للشور معروف عنه عالم معروف عنه ركاب معروف عنه الفتوة كتعريف عام كيف ذاك اللي قال شيخنا والمعروف يا رحمه الفتوة ما هي بالمال والزين ولا هي بالتصقال والملاح وكلمة قال الفتوة طبيعي مسكي يغير اللي منه تنال الفتوة مع طمية والفين وناقة والززال والتوس ولبس عالية هذا بهم تنال قبال الفتوة يا هذيك وتنال مولي من جهات راهي ما معمولة تلات بيها يغير من أمهات الفتوة الأصيلية زين الدين وحفظ الصرات وخليل وطرة الألفية والرسالة والمتمات وابن بر واللامية وسلامة العراض من العار في الدنيا لو خالص حية وسلامة حساء عن النار مولانا ذيكية هي سكي الفتوة سكي سكي حدي دور الفتوة مجملة ذي سكي يا غير ملي لا خرصت نحن في بلادنا كيف قلت لك لا تنين خرصوها بالتفصيل فم فتوة الأمير وفم فتوة العالم وفم فتوة المغني وفم فتوة الشاعر وفم فتوة الشادية بعض اللي كيف تيانا ومثالي لا شادية من الجبال ماشي توف يقد يعود فتاة ويقد يعود ما هو فتاة مثلا ما عنده ما هو كيف تيانا كفتاة كيف تيانا كشخص كتقانة لأكل عيني لي لعل بعض الشك حد عني بعض ذاك المثال كشادية
لا كل ليها بيقول فتوة الأمير من أنت تتخلص. هذه البلاد مليئة بفتوة الأمير الأمراء. شوف لاحق عادي شي سيد أحمد، والله زادي شي حد يرد عنه رد مونك ويجد سيد أحمد في الحق. لا جاء نقولوا عنا جانا حد حدنا في مجيه الحاجة حاجة، لا جاء في مجيهنا واللي هوت عنا ما جاء علمنا مولانا عنا بعد اللي قلتنا حاجة. لو كان الرجل ما يحس أن هذا الأمير فتى ما يتنقل مجي، ما يتنقل مجي ولا يتمنى حضوره. إيه ما يتمنى حضوره. ومن أنجى إيش قالوا له؟ عاري كنت على كل زمان من العرب أصلا ما تشيا أصلي طالب وبلا حيوان غير مني نرجع سيد أحمد وقعد بين أحيان من عثمان بالعار تليت على حد من أولاد أحمد بن دبا لا حد من أولاد محمد وبالعار تليت إلى جيت على حد من أولاد أحمد وبالعار على زاد تليت حد من أولاد السويد أحمد. هذا من الفتيان والأمراء عاد كامل راجع له هو بلدهم منين شيء زين حتى منين تخرص فتوة عبد الرحمن. عبد الرحمن منين يغيب اللي لهلو يختير شيء. اسمع زين وشان وترهيب، واسمع زين وترهيب وشان كانوا عنده قاعد قريب قبل يغيب محصلهم طارح عبد الرحمن اهل الطربة يعطيها ماله بالطربة ولا يقبض للطلبة زغبة وحسان مواسيها دكة ما يعرف يكسر الطلبة ولا يعرف يجاب الحسان. ايش من الفتوة هذه؟ فتوة الأمير هذه من ما يعود يتصف بها الأمير في هذه البلاد لا يعتبر فتن منين ولا قد يتعت بها منين نقيس وسدوا من الاندرتوا ما بالك ما سدوا من الاندرتوا روائع كثيرة في تسجيل مواقف وفي تقانت وفي الحوضين وفي الأصابع. يا ولك إبراهيم نياق وزينات وحلال وشبة وخليقات ألا ينقر لي رقبات الرغوة تحت يد البخار. يعطيهم لي كان الشدات دهر الشدات في الصيف إلى دام رشراش والله يعطيهم كان الزات الناس وعادت وعاد الخلق عطاش. معناها أصعب بقى قد ينعطى في الشيء على حالة لو أن بالقوم حاتم ظن بالماء حاتم يعطيه. وخيرت بفارس علبانة كبار مسانين غنانة سغناي خيام الهيدانة في الصيف لا حنن بالطول الا هو ينحط وانا نسير والشطر ونقول يا حجاج البيت المقدس يا ربي فعال المفعول لا يعمل لحلوق اليبس يبتل من خيمة البلوك. خيمة البلوك هذا فتيان؟ هذا فتيان؟ هذا فتيان؟ اللي كان ما فتيان ما يقال منين تقضى على منين تقضى على سيد علي؟ من ما رت عن فيك مطابقة اللي ما رأى عن اللي ما رأى اللي عن شكرك ما بقى شكار ولا شكار وكريم ولا نكفيتات وديب اطول في سكات تحيشي كامل زي النات عنه الأطفال سكارة والطلبة فيهم نات بات وبلا فيهم مدار. شو هصة الطلبة فيهم نات بات هو وبلا فيهم مدار وهك عبد الرحمن مات ما يقل على الطلبة زغبة. إياك تعرف عن الشمائل والخلال وحده بهم اللي أبناء نفس المعين وأبناء نفس الفتوة نفس الثقافة الطلبة فيهم نات بات وبلا فيهم مدار من مزلت صغير مزلت في صغرك بان فيك اللي مولانا دار فيك رجيل الرجل يسر فيك تصدى في الشارع وفارس خير ومحفوس فيك مباره بلا فيهم مداره مثلا ما تقبع عليهم القبر لا تقبع عليهم الغرامه من يترني داي هوالك سيدي يجي لنير اخر هو احمد سالم ولا ابراهيم السالم يقول له اش حالك يا الملك اش حالك اش حالك يا احمد سالم قاع شحالك يا احمد سالم قاع شحالك يا احمد سالم قاع يا شيخ الغروس الباع يا اللي يا مشرع شحالك يا احمد سالم قاع ما الله سالم من لوشاع يا شيخ الغروس الباع يا اللي يا مشرع زين بلا مرجايه اللي للطلب اسمع والطماع درجه يا حقاق المرجع وهون يا اللي للطلب والطماع درجه وهك تياها الطلب فيهم ما تبات وهك تياها ما يقلع للطلب زغمه الله شفت هذه المقارنات كامله في نفس الامراء وش حالك يا الشيخ الجنقيري وقرا شغلي والتدبير يا طفل الشر وطفل الخير يلي لا يقطع لك مرجع يا كبير المزية يا كبير المعنى يا كبير الدرجة وش حالك يلي بيك القد كابر ما قالع وجهك حد انت ذيك أغلى ولا صندد منها وقلص لك هرجة منها وفقرش وصندد منها وامتن منها قرجة ما خلاك بكل كومات فرمشة من معطاهم ما تتنجى هذا يمشي بيهم ويمشي ويجي بيهم واللي ينجى خلص هذه الساحة
كيف عادوا هذو الفتيان كاملين في تويتر انه تتحقق فيهم من عند احمد سالم السيد علي عبد الرحمن السيد احمد الاولاد مبارك كاملين وكان هذا المقول صاحبي يتخمم بنفس التخمام ويفكر بنفس التفكير ما هو انه يقع على الشارع لا لانه يرى امامه امير فتى ذاك عبد الرحمن السيد احمد فتى لكم مرا البراكن ومرا الحوضين ومرا فتيان ذاك السيد احمد احمد العيد ذاك هذو فتيان معناها عنا نقدر نتعرض الى فتوه الامير نقدر نتعرض الى فتوه الراجل الاديب المتعدل كيف يقود الاديب فتى ونقدر نتعرض الى فتوه العالم وهكذا شنو تعليقكم على ذاك؟ أنا نختير أولا أحسنت دوه إلى عاد عنده شي في هذا المجال يعطيه اللي قالك تقانم جيت فتوت الأمير لاك محمد البعيثة وقاطعا عنه فتبارك الله ما شاء الله أفاد وأجاد وفاد مشكارت وذهن كل رقاش قد يتخمم وشابه على حيلته الله يبارك وبطريقة ما أصبق من أحد ويكم اللي زاد زين لا من ما يرفت يعني الله يبارك ومتفرسن تبارك الله فيها وكما قال له فهم فتوت الأمير وفهم فتوت الحاضنة العلمية اللي هي المحضرة اللي هي الحضرة الشيخ اللي هي قدوة المجتمع ونموذجه اللي يحتذى به الأمير واللي يحتذى به كل رقاش من المجتمع من عند الأمير إلى الشخص إلى الشخص إلى الشخص العادي وسبحان الله عن 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 دولة الفتوة إلى أن جاءت الدولة الحديثة فهمت الناس اللي عرفت مفهوم الدولة في ذاك الزمن بفتوتها وبتطرحها للأمور اللي من شأنهم تقد تزاد قيمة الفتوة عاد إلى عاد ما كان يسمى الطالب طالب العلم ولا كانوا المحاضر ينقبض عليهم القبض عاد تملي في الدول كاملة ترتفع الرسوم الجمركية عن الأدوات المعرفية وتعدل تخفيضات في العالم كامل للمميزين من العلماء ومن الأدباء ومن الفنانين به اللي الناس اللي كنا احنا شاكين عنها بودات والله شاك البعض به وتوف هو التبهريل اعلنهم لا مدى وتوف متفرقين هكذا وانهم في اضطراب لا عقولهم سائبة وافكارهم سائبة وانهم ما موجودين وما كانوا أسوا لدولة القيم كانوا أسوا للمدينة الفاضلة اللي كان يحلم البعض انه يحققها في الاندلس وما حقوها على هذو الدرقال الحمر وعلى ذو الاعلام وفي ذو الاقوال وفي ذو الوديان وفوق ذو الاجبال وفي المسايد وفي الابطاح وفي كل بلد وفي كل شبر من هذه الارض اسوا عليها دولة الفتوة العالم كان معروف ببرعه وكان معروف بقيمه وكان معروف بنزاهته ومن احترام المجتمع له ان اسير مثل عرفوا تاريخ البيضان فحديثه ذاك قال القاضي ماضي به اللي ماضي على كل رقاش حكم ماضي الشيخ الحور احذاه والمبال وجاه احد من 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 من, من, من اطراف الناس وخاطر في نفس الوقت مولي وجاي بجمل بشارع فيه الشيخ ومفقع الشيخ من والله تلالاهي تقينش من انه بشارعه قدام الناس وبحضرته المبالة وبحضرة المجموعة ثاني قال له المبالة لا فقعك حادث مسكين ما بيعطي لي جازة انت بعده هو الاثنين جنازة وقعت جنازة هذا الراجل اللي واقع له ذا من السلطة تابع له ذا من بني البشر وخايف منه ذا من الرجال ومسلك ذا من الرفايق يمشوا من طرف فتوة القضاة منهم الله هذه فتوة القضاة والعلماء دخلوا شو من الخشوع وشو من الزهد وشو من الترجال ليلة الوحدانية ما وش قد يصير تبعده هو تبعده هو لذنين جنازة فقعد جنازة يعني الوعظ هذا الوعظ قمت الوعظ
وخلق له شمن شمن الموعظة الحسنة ما يقدر يجد على رقاش وخلقت المحاكمة بين الأمير والرجل بين الأمير والرجل هذا قاعد عاد جمل نحكم به مولي للرجل ومتقطف بين الرقبة ولا عاد تكبر من أكبر من قطوة هذا من فتوت قضاة العادلين ومن فتوت العلماء الحقيقيين اللي في ذا البرد من فتوت هؤلاء العلماء أنك تجبر الواحد منهم فيلسوف ومفكر وشيخ تربية وعالم في النحو وعالم في الفقه وعالم في البيان وعالم في المنطق وعالم في ما خالق مجال ما يعرفه وراء أولانك لاهي أبدا تفتحه في مجال أسوى شنو مشاكيته أنه يعرف لا ذاك المجال شكله ما قد تقرأ أبدا ما هو ذاك المجال وهذا هو اللي بزوا به علماءنا اللي مشاو من هون علماء الأرض اللي خاضوا عليها كاملة لأنهم أولاد هذه التربية من الفتوة اللي ضن زمانه بمثلها في هذه البلاد أولاد مبارك رغم الفروسية ورغم عقدة الجندية اللي تقال عند الجندي وعقدة أودب نحو الدم اللي تقال عن القائد ولا البطل ولا الفارس المغوار اللي عاق باله المعركة الفارس المغوار البطل ولا الجندي المغوار البطل كان عاق باله كانت عاق باله صولة إلا كيف حد عن دوته كالشانة وكان جاي من واحدة من الولايات ولا يدخل العاصمة يتخايل له عنه مازال لا مشي ذاك الأول اللي كان ماشي وتم لا ماشي ما ير ما ما ولا يهذبه ولا يهدؤه ما هو سلطة المجتمع يديني يجوا يقاوم تلقين برهجان شداتهم يا مرحبته الخليل هم الأولين يا مرحبته الخليل بهم اللي ما هم خايفين نزيم حد ولا هم مرهبين يا مرحبته الخليل ومرحبة قيود النيل ويا مرحبة مراسيل يجيكوا بالقطحان ويباتوا أقبل لي فلان 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 ينقصوا كل رقاش لعله تصدق فيهم ما قلت أنهم يبات حد في جوارهم والله في حالتهم عمو جائع هو العدل من فتوة الأمير هو ما خارج هذه درجة من الفتوة في هذه المنطقة نادر إلى أقصى درجة وعامة على التراب البيضان من الله شرقها الله إلى غربها والراعي تجبر الرعيان اللي في مجال الرعاية ما تفوتهم جائحة البن ولا جائحة الغنم ولا جائحة التراب ويفاصلوا بين فلق جو بين تارة ويفاصلوا بين طلبة ويفاصلوا بين وارة مع شيء مع الحبالية بين طلبة والدقات وكل مجال من هذه المجالات إلى بتنا ليلة تامة حق والله ما هو شيء قدير كبير وهذا الحداد الصانع التقليدي اللي فتاة هذا المدفع اللي عدلوا من 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 بنات فكره وهذا اللوح اللي عدلوا من بنات فكره وهذا الشكتب اللي عدلوا من بنات فكره وهذا الجفير وهذه الدوائر جميع الادوات اللي كنا حنستخدمها كامل وهذه التاسوفره وهذه الضبايا وهذه التاسيه وهذه القدحه وهذا الفار وهذا الجلود وهذا وهذا ولا في مجال من المجالات يقدر يصيب عنه الثاني ولا في اللي ما هو فتافي كان اللي يجمع خصالهم كاملين وسمى طلاق زمان طلاق زمان كان يعود كل اماره عندها واحد مثلا مربي اعلنوا يعود خباط وركاب ومنحوي وفقيه وخباط للتدينيت يخبطها يعزف وخباط لاردي ويعرف الروائج ما خالك حد يجبد منه عند معطان الحاسي وقبار وخبار وسريق ونيول ومن مثيرته عمراء بيدي اللي قط ومشف مهمة خاصة لأولاد مبارك وحادثته مثلا معروفة شهيرة وخبط الشهرة المعروف والشوش غناه وخبطوه وسمعوا غناه وخبطوا عاد خبطوه كردات الشوش الشوش ما خد يقل واحدين يخبطوه جن
اللي باطنة معناها عن يلو ما كانت هذه هاي السيم متفرقة في المجتمع كامل وموجودة في المجتمع كامل ولا يهم اللي أبدا قد تجبر فيها أبدا حد معقد من فتاة أبدا ما قد تجبر حد معقد من فتاة تجبر الأمير يحكي غن أبعد الناس منه منزلة اجتماعية في ذاك الزمن يوم قال الحمد لله الناس كاملة سيان وحامدين هم اللي مولانا ما نمتردين عليهم ولانا حانين لي ماضي من ذاك النوع بين اللي نحن معتقدين فإن الناس خلقها مولانا أبناء آدم وحواء الفرق بينها لا عملها الصالح وأخلاقها الزينة وحفاظها على هذه الفتوة واللي ميزها بينات الناس كاملة لا الفتوة واللي عدى الأمير أمير لا فتوته واللي عدى العالم عالم لا فتوته واللي عدى الفقيه فقيه لا فتوته واللي عدى الشيخ تربية شيخ تربية لا فتوته بلي شيخ تربية تجبر خليفة وقع ما هو له أي عود الله أحد التلميذين أنا بعد ظهر لي عنكم تكلمت عن الفتوة كلام يرد لها جزء من ماها وظهر لي عنها إياك نقربها من الأجيال هي الإنسان اللي كل رجاش يرى أنه صاحب كل رجاش يعود عنده شوف في ذات أنه هو صاحبه الخاص صاحبه أكثر من الناس الأخرى كاملة لا يتجبروا أنت تشك أن خالق عنده من الأصحاب اللي أنت يجبروا محمد فاضل تشك أن عنده من الأصحاب يجبروا تقاني عنده من الأصحاب هذا يقدر يخلق ليناش إلين يعود الإنسان كيف قلتوا أولا ما هو حاس أنه خالق له إلين يحس أنه خالق له يخسر إلين يحس الإنسان أنه خالق له خالق له خالق له معناه أنه خسر الله ليزيان يغير إلين يعود هو عنده مسألتين اطرح لهم بلد أصلا وعاد يتعامل تلقائيا معاهم سلطة الشرع وسلطة المجتمع حق معناها خايفة على آخرته خايفة على سمعته زين لذلك خالق من خيام الحلة اللي ما يقدر يدخله ما هو ذا النوع من الناس ولذلك تلحق شخصيات متعددة وكيف قال قلتوا الفتوة تقد تعود في مجال دون مجال وتقد تتلاحق كاملة فرق اللوحة قد يعود فتاة كيف الفتوة البيت اللي قلت لكم قبيل عن ثلاثة بن شداد الله ويقول فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الروح مغتضب وإن سل صارمه وسالت مضاربه وأشرق الجو وانشقت له الحجوب والخيل تشهد لي أني أكفكفها والطعن مثل الشرار النارية سابق ذا قال لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طلطه الغضب لله در بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب وقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم حينما نكب بلي فتاة وفتاة المسألة ذلي بحاجة له المجتمع هو متوفر لي إلين تقدم المجتمع وعاد عنده حاجات أخرى كيف المجتمع الموريتاني مثلا عاد عنده حاجات ما هي القراء بالسيف وقلع ذاك الحيوان وجيب ذاك الحيوان عادت عندهم مسائل أخرى تقد تعود الغريب أن في المصطلحين كلهم يقد يندمج في الثاني الفتوة والفروسية الفتوة تضم جميع السمات الحسنة بما فيها الفروسية والفروسية بمفهومها الواسع تضم جميع السمات الحسنة بما فيها الفتوة الكبرياء والتليق بالفرسان تمام لذلك هو الفتاة ذا الإنسان اللي كريم أولا كشرط أساسي صدوق ما يكذب أمين ما يخون الأمان هذه سمات خلقية السمات المكتسبة منها المعرفة
العلم. العلم مختلف أنواع. أنواع. يعني حفظ القرآن ولم ذكوا لا هي يرفض الدبش وجمال لا يقوم وهذا جاءوا وصلني عدلها وقاصدينها ولم ذكوا هي أستاذ نختاركم تعرفون تعرفون على ولم ذكوا ياسر من الناس ولم ذكوا مواطن موريتاني أصلا قالوا أنه وصل مرحلة من السن معينة وهو ما هم دمكي ولين وعير بيها مشاو قبل قادوم وكان يقطع بها الحيوان ويقسمها وجاب زرها المرابط طالب يقول له منطقته وقال له قرين وقرأ إلين عاد القرآن قال إنه داره صورته داره مفتي في الوات مفتي في الوات قالوا له ولنقكو هي 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 حدود والله حدوده قال لهم واحد يحكمه هنا يقود واحد يرفض مسعودة تلك تتربى حدوده ومن يتعدى حدوده لا إله إلا الله هل قادم بعد الزات الرئاسي تعرف 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 هم الشاكينهم راهي راهي غلطوا واحد يحكمه هنا يقود ويرفض باش تعرف الناس الحيل واحد يحكمه هنا يقود واحد يرفض مسعودة تلك تتربى حدوده ومن يتعدى حدوده لا إله إلا الله شفت شفت هذا الشخص إما يعطيك صورته صورة يعطيها لك جانب ثاني الداريف عثمان الداريف إلين أم أقار والرزامة اصطدموا يجيوا اللي معاه هربل تيدو لفت عليه قال له طيرك أنت شم هربل قال له ما هربلت نحزم له اسمع حتى المرافق الإعلامي اللي معاه ما قبل يعود مهربل وإنما طورها قال له لا أنا ما هربل هو ما هو مهربل به الخوف هو به زين ذلي عدل الخيل السنتين واحدة دافعة واحد من حوافرها القداميين مات لي يرجع مات لي من السترة سكي وعاد قال لهم ما قال سبحان الله والثانية بل منين سمعت عمارة جي واقفة فيه تذكر كاسة عليها مثلا ما وذو هما اللي ذي ذي هي اللي خلقت أسطورة التحزام واللي حقيقية إلين الراجل به زين ذا اللي عدلوا ذو الخيل هربل كان تعرف كان في السروزي عد كان لا في السروزي كان في السروزي زرقة فرد ديلين زرقة فترفت عليه الثاني قالوا انت هربلت ما لك شو مهرب لك قالوا ما هربلت رأي نحزم لك اسمع الفتوة هاي فتوة الأمراء هاي فتوة الأمراء تماما ما فاتوا يا ما فاتوا تربيل ما فاتوا تربوا من معركة ما فاتوا وجم اللي جايلها رأسا قالوا رأسا شفت عني قال المر هربلت انت شو مهرب لك قالوا ما هربلت كنت نحزم لك وراوالك المرافق الإعلام ما عاد مشكلة أبدا مرافق الإعلام جزء من الكل مرافق الإعلام جزء من الصورة زين حتى جزء من الصورة ما هو غايب منها ما هو غايب فيها لا ملاه ما يدهر بلقع معناها أن ذا اللي قالوا الفتوة إلين يعطينا مولانا نقدوا نفهموا شبابنا اليوم إن واحد منهم عاد فتاة أنه لا يعود كوكب لا يعود نجم لا يعود نجم ما هو عالم بها ولا هو قاصدها ولا هو مدبر فيها هو عرف وهو عاد صدوق وهو عاد كريم وهو عاد شجاع وهو عاد ما ينفقع للناس لا هي الناس كاملة تلقائية وتبقيه لماذا؟ لأنه تميز بحالة أساسية من حالات اللي تسبب عز الناس هو حسن الخلق اللي جامع الفر تمام حسن الخلق هذا اعطيتنا فكرة ان الفتوة هون نقدون نسموها النجومية مثلا النجومية سبب نجومية نتيجة صغيرة من نتائج الفتوة مجال معين ولا نجومية غير ما نقدر نراولها مثلا قد يعود نجم قد يعود نجم ولا هو فتاة قد يوصل للنجومية ولا هو فتاة نجوم كرة القدم ما هم في العالم ما هم فتيان اذا عاد وقع في موريتان فتيان في الكرة فتيان بعد الكرة ايوه غير ذاك وما يقول الفتوة غير ذاك لكن قال لهم انهم يعرفوا الكرة
يا غير يقد يعود واحد مغني يقد يعود واحد من الكورة مغني يا غير فنون عطو زينة ما يقد يعود فتاة فنون الكورة مثلا الكورة فنونها متفنن الفتاة لا بد متعدد لا بد يعود متعدد المشارب والجوال الفتاة لا بد يعود أشكال لا بد يعود بيدو كل فيلان قال له شنو الفرق بين نعم وبلاي قد يقول النعم حضرتك مثلا قال تجيب على استفهام مقترن وبلا تجيب على استفهام مقترن بان في خاصه هذه في نفي لا بده ما يعرفش من الوارد ما بده يعرف هيك صحيح الى اللي صحيح صحيح داز بده شفتوا شفتوا واضح فيها شنو تعليقك عليك محمد فاضل قلت لي أنا إذا قلت إن ما إذا نقول قاع ما هو قلت توما توما أنا إذا قلت شوار كان مرشخ ما نخليت للموضوع ما نخليت في شيء تقول إلا أفترنا بين البحث فيه ما أن لا هنا طف قد الخيار من اللي يستحق حقه لا ديروا أنتم فروسكم إن إحنا في ذي الموضوع اللي اخترنا الليلة بشكل مرتجل أن نقبضنا مجال تربوي للأجيال هائل ما نقدر نصب رؤوسنا معلمين الأجيال يا غير على الأقل اللي قطس معنا بعد في هذا المجال لا نقولوا لهم ولا نقول لهم منه شيء إياك نعرفوهم إن رجاجي قد يعيش ما سرق وقد يعيش ما كذب صلح حاله وقد يعيش ما خان أمانته قد يعيش ما نافق وقد يعيش ما نافق ولا دنكس ويقد يعيش ما عدل رواية مخمخم ويقد يعيش ما مبديده من تحت الطابلة ويقد مثلا يقد يعيش على كرامته ولين يعيش على كرامته ويخلق يمزجها بالمعرفة المعرفة بمختلف أنواعها انت باش ضارك لا تحافظ على مراهلك ما هي غريبة ومزيوان محمد رمين الشيخ الله يرحمه من أكبر علماء موريتاني وعنده إجازة في الحديث قابلها موطأ مالك على المرواني ولا الأحمد خرت يقول سيد أحمد ولا أحمد زيدان حد اسمع ظفرك خاتلتي دينيتك صح وانترش نافذ لقتري مات لا يطمع وياك بينترش مات لا يطمع صاحب مدارس صاحب مدارس بن عام صاحب برنامج من وحي الإسلام خيرت الله أول برنامج ديني في ذات موريتانيا الله ينعم حد اسمع ظفرك خاتلتي دينيتك صح وانترش اسمع مزيان بيال غاخو جنب البيضة نافذ للقتري ما كلا يطمع وياك وبالمناسبة سيد أحمد الله أحمد زيدان عادة يقيس للقتري ما يخضع للقحالي لين أتكان أغطان القاف لين أتكان في انترش القاف قاف فتاء سبحان الله قاف فتاء معناها فتاء عالم عالم وتقي وورع وحافظ هذا بعد فيه هو ومزه هو بعد ذكرت فيه هو نعطي اسمع له بعد نشهد لك بعد ذكرت فيه هو عالم فتيان وفتيان فتيان العصر عالم نشهد لك شهادة باطبة عن فتاة من فتيان العصر عن الشيخ حمد نولتا أخير عنه من آخر أواخر الله أواخر والله والله اللي وقت فتيان شاعر الواحد يستعدوه كامل فيه يا كامل فيه أنا لارين قال لي الفتاة نذكره والله يبلي فتاة ولاه جايبه يبلي فتاة ولاه جايبه من الخلق هذا ثابت لا كيف قلنا عن الفتوة فهمت يا بالتفصيل وفهمت يا هب الإشمال فهمت يا بالإشمال أنا قاش اللي ما يرد لوح ما يرد لوح لوحيك ما معناها مثل الناس اللي شيء يكتب معناها عنه لا تلاه مو يذبحي هو أم اللي ذباح لا تلاه يدق الحفري هو دقاق الحفري لا تلاه يشفي هو ما 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 يرد لوحته ولا تلاه اللي حوز على ولا فيها عظام أم اللي راسه ولا فيها عظام راسه ايوه كانوا الفتيان اشبه فيهم كونهم متعاشبين فيما بينهم متعاشبين فيما بينه ذيك معناها عنهم الصاحبين في الله حق. ولذلك ما قطع عاد فيهم حد فيه زلة لسان الصاحب لا وراه ولا قدامه حق. ولا قطع حد عاد منهم يختار يطمع لصاحبه لا وراه ولا قدامه بهم اللي مصالحهم وعلاقاتهم ما هي نفعية متبادلة بيناتهم ولا إذا أعطيتني الشمال صاحبك ولا ما أعطيتني الشمال صاحبك كانت الرابط اللي يربط بيناتهم ذي الكلمة اللي قالها الفتوة
إلى عاد مغنين الرابط اللي يربط بيناتهم عن يعود القاف زين والطلعة زينة والقريحة زين. ولذلك تشوف عن الأنصار اختفت حق المهاجرين الأنصار العامدين الغفالة كاملين الطيور هذو كاملين كانوا عند البيضاني غير هم كاملين متعاشبين والله. وده شوي نرجع على الشعر العربي مع عن برنامج ما هو برنامج الشعر العربي غير القوم لا بدالهم من التمون طوقوا على الشعر العربي شوي زدنا نطوق معهم عليه شوي ما هو زاحل أراه لا هو زاحل لا من باب الالتزام بمنهجية البرنامج اللي معتاد يا غير مولين قد نخصوا دار لا منين نعود نبغون اللي خلاص لا 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 منهجية اللغة العربية أنا بعد ماني ماب قلت لك مجهول العصار شوف صفاتهم شوف صفات الفتيان اللي في البلد نصر المهيمن وقال محمد لبن والحميد لله الصار بينات ساقطون الحديث ذات مشي في غزل القصيدين ذاك بينات ساقطون الحديث ومرصعا بفرائد الأخبار والأشعار جاءت مغنية النديدي فأنشدت بتوافق النغمات والمزمار نصر المهيمن جملة الأنصار وأعزهم في البدو والأعصار والأمصار عصر تقلد رفعة شوف شوف رجالة الفتيان عصر تقلد رفعة وفخامة ومآثر أنفت عن الأعصار جبلوا على كرم النفوس وعفة ورزانة وسكينة ووقار فإذا مررت بواحد من جمعهم فلقد مررت بقارئ وبقاري سكي 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 هل هم العصار كانوا عند البغان عصار ما هو عنك انت لاهي نعود صاحبك ولاهي نعود فتاة معك إلا منين تذكرني عند ربك وانا نذكرك عند ربي ما هو منين تعود لاهي تنفعني وانا لاهي ننفعك ما هو منين تعود لاهي تعدل لي ما هي مشروطة بشكل وانا لاهي نجبر لك بلد لا العلاقة انت الحميمية وانت العاطفية وانت الحرارة محمد بن ولي حميدا معناها الشيخ المكي فتان الأنصار المهاجري صاحب محمد محمد اليدال معناها عنه شمعات في الليل شمعات في النهار وجالسوا في الليل وجالسوا في النهار ويعرف حقيقة الرجل بغير من يفتح محمد محمد اليدال ايش قال الشيخ يا بتعرف معنى مادة اللي معدل فتيان حق حق فتيان في الظاهر فتيان في الباطن فتيان في الباطن خايفين من ملانة ومتعاونين على الله تبارك وتعاونين على البر والتقوى غير كيف قال لك فتيان يفهم بالشور شاطني قرايحهم زينين ومتباضنين يقولوا لنا كلام البيضان ويلتهاو بي فتيان اذا ما وراش فتيان هو حقيقة فتيان وكان اللي كبر السمع بين الناس وكبر النفع وزين الدين وقرب النبع والاجتناب المتوالي والامتثال المتوالي واجتناب اللي في الشرع منهي عن ومحالي والخوف من الله والطمع فيه وفعل المعالي من الأمور اللي تنسمع عن حد كبير وغالي يقدر حد بدا من الموت يسلك من خلق العالي يسلك محمد ما يموت سكي يا خي شو الراجل اللي من عصر الراجل يا غير هذا اللي عزيز صاحب الله صاحب القفاء يا غير ما يعرف خسيسة في صاحبه هي. ما هم متعارفين على خسيسة ما هم متعارفين على شيء يسوى شنهم الشمحالي لو كان اللي كبر السماء الله خلاط فيه هم الاثنين وهذا فطن الشيخ المكي لا. وكان اللي كبر السمع بين الناس وكبر النفع وزين الدين وقرب النبع والامتثال المتوالي والاجتناب اللي في الشرع منهي عنه والمحالي والخوف من الله والطمع فيه وفعل المعالي من الأمور اللي تسمع عن حد كبير وغالي يقدر حد بدأ من الموت يسلك من خلق العالي سكي. محمد ما يموت والمحمد يا سكي سكي عقلنا ما يقدر يخليك والله ما زال فقال هذا هون هم هي مرثية والمراتي كثيرة وجميلة يا غير هون مرثية صاحب الصاحب والله فتيان ده اثنين عند من هو راهو لك فرصق التجربة وفرصق التجربة ذي المرثية عند هناك خاصة عند هناك خاصة بها اللي عاطفة صحة عاطفة صادقة ولو كان ذا كامل يسدك من الموت من الموت ما يموت فلا ما يموت فلا به اللي هو نافض من الأحزاب المتعدلين عقب محمد الحافظ به اللي هو إجبار ليئة الصاحب اللي صاحب حق حق ما هو صاحب كذب ولا هو غريب ما هو بالريم اللي السنة قال مبارك اليمين بالريم عند المعلمين يعدلوا هذه الحين بالريم معروف قال بالريم اللي السنة معناها انك ما حدك معاه لسانه خريف ويمشي يعود بالريم اللي السنة ابدا لك ما هو شغلة صحاب ولا هو شغلة الفتيان نعم الله شوف يتغاضى عن زلات الناس ويتعناوا عن زلات الناس ويتعناوا عن زلاتهم يقول الباشا والملاي عليه رحمه الله تعالى رحمة الله اللي تسمع ضرك من أنواع الكلام في القفل
والتشناع ذاك اللي وسع فيه الباء ولا تيت مع أحد تشدو لا تيت مع أحد تشدو واللي من حد معاك الصاع في الصالح ويودك ودو والخاسر قبل ترد عليه تمنع له قواد قدو ومنين يجي قدو خليه ما هو أكبر من قدو لكن لا عليك الحال لا ما هو المختار تقع إلى قام الإنسان سيء أنا عندي عن الباشيت صح مختار الملاعب ما تقدر تعود ما إن شاء الله لقى على واحد معناها عن معناها عنه معناها عن هو هون إلى اسمع الكلمة الطايحة الخاسرة ما هي جيدة ما هي مهمة ولا هي محترمة ولا ما يرضى ما ولا يرد عليها ما أنا اللي يعرف عنه له يقدها على ولا هم يقدوا تركوا السفيه بلا جواب في التشلال وياك من والد يا الدلال اللي هو قطفال الله كلمتهم واحدة فيك قبال يا غير إلى عاد وسيقى بعد عليك في ذاك المنوال ما يكون أخبار البيك ما يكون أخبار البيك وتثقال في أخلاقك وتمسك ضيقة حد يشبر هذا من الشلال ما تخلي فيه الطرطيق حد يشبر هذا من الشلال حد يبقى هذا من الشلال حد يشبر هذا من الشلال ما تخلي فيه الطرطيقة ولا تخلي فيه الطرطيقة منين يتخرص كيف قلت لك الفتوة بنواع خالقة يا غير خارج الأستاذ بجامعة كاملة احنا قبيل قبضنا مثال على فتوة الأمراء فتوة الناس كيف قال لك قبيل هو تستر بالسخاء عن كل عيبة فإن العيبة يذهبه السخاء الفتاة البخيل أخ أخ ما هو يا غير الرجل بيه شغلته والله هو فتاه لا تريد تدور يعرف حد بيتك تنقول له أيوه. هو عرفته هو فتاه لا تريد تدور يعرف حد بيه ايوه هو فتاه لا حكيت مسله داير معنا هو فتاه لا جبيت على المعطى واعطاها وهو حسينه وهو سند مساكينه وهو في خوض مينه واستزواها واولاها ولينها ساعات لينها وكساته وكساته وتسبق فيه ضيافينها وتعقف فيه عزرها حد ذنبته فرضا يقعد فتاه الله هذا بننا والله هذا سيدي بوي والبنانة؟ قائلين تقول هذا نقول لك أنه هو عد لك الخصال الخصال الحميدة اللي يالله تقول في الفتاة معناها الفتوة ماهي بيت وكافي ويزيد ما نب فتوة واعرة بعض لا الناس بتربطب عنها كلها من يقول واحد تافليت والله بيت والله عاد قاعد مغني شي من الغنوات للباطين قال لك فتاة حاني كيلين تعود مسالم حاني كيلين تعود أخلاقك حسن حاني ذاك الشاعر يلين يعود هو من نفسه موطى الأكناف حاني يلين يعود يحترم الكبيرة والصغيرة كانت الناس تحترم هو وفطن الفتيان حتى بين المغنين كانوا يحترم قد نقول لك أنا هذا قافزي وفلان قال قافزي يغذى ما معنى هذا فتوه؟ فتوه شيء آخر ماشي تعطيباتك مفتوح في المعطى معناها مشروم وكلامك فصيح ومفتوح فظوان ونظمك منظوم وذاك اللي لك مستبجالك من يوم قمت لين اليوم يا سيد احمد ده فتوه؟ لا منين تقرص؟ كيف قال لك قلت يا في يبان الحرب ليكم ولي نوع من فتوه وحكيم الجر؟ حتى عثمان رجيل منين يشتدوا القواني توب بليز العينين فمقون الدخان تسمع في القبليين انا عثمان قرا تنظر في التليين راهو عثمان يبان وتغرش عن ثلثين من الغزي عثمان والإبراهيم وخليك الله وعد بن عز هذه فتوة فهم في ساحات الوغى الله إلا فتوة معناها أنك منين تخرص الفتوة بمشارف الناس والمختلفين كيف قالك بيت الدو ما عنده لون ما عنده أصل يا غير مولي لا تقدر تفتماه على حد تقدر تكتب عليه هو أصلا حد ما لا تبالي الله بشيء أحسنت مشكلة؟ والمحمدي المحمدي كالساعة حاج قال معاه لا يقلق هالك الناس تعرف كانت تحج على البل وكانت تحج على كرعيها والله والله يعني هو رجلية معاه وتوه عادوا اللامين يوقفوا لهباته يمشي هو ويقيد أزوازي ويجيب الحطب ويقد النار ويتجي والمحمدي محمد والمحمدي بخير من جاء البلد من هذا البلدان
سوى لهم الملك ولا الرئيس ذاك اللي جاب الرباط سوى لهم من قائمة على ذا كامل قالوا له لا المحمدي قال لهم هذا هو فتاكم هو فتاكم قالوا له هو اللي قيد هو اللي قدنا هو اللي عدلنا لوكيل هو اللي تين هو اللي يقزم أزوازين وجيبهم وشد عليهم قال لهم هذا هو فتاكم ثم ديري على راسك هذا قال لها الراجل الأجنبي عرف عنه فتاك بالنسبة له هو ذوك الرجال الخائن ما هم جانب عليها وقال له هل في بوكا نازح الأوطاني من باسي قال له لا قال له أم هل دائرهين الشوقي من آسي قال له لا قال له أم هل معين يعين المستهام على لين كواكبه شدة مع راسي قال له نعم أيوة ديروا لي من باس ولذلك صاحب الحق ولذلك صاحب الحق معروف نعم يقولوا لك مصر ما يمنعهم ذاك من ذاك نعم البوبان فتى لهي الفتى يعني الله فتى والشيخ فتى حتى ومحمد اللي بنو فتى لهي هذا ثلاث فتيان هذا ثلاث فتيان وكان محمد اللي بنو يجي محمد اللي بنو ظاهرة صلى ظاهرة 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 تنبيه اللي خالد ولا التعبير عنه لا ذلك ظاهرة منين ما كانوا الشيخ والله حد ثاني من قوم المغنيين لا بعد من عصره ما كانوا الشيخ والله حد ثاني الشيخ ماني متأكد عنهم المهم عن محمد وإيه ومالي كانوا من فتوتهم عنهم كلهم زينا قريحته ومغني وشاعر وعاد باله المحاضرة يا غير ما فيهم ما حد ما يشتغل تلحقوا واقف بوتيك تلحقوا يصاروا ينبوروا تلحقوا متبارك مع شي تي فيه تلحقوا واحلف شي ما هو إلا بدعته ما هو بطال أنا معناها منين تخلص ما هو فيتات ما هو فيتات قالت لي هي قولوا كريم ولا لك فيتات وقلت لك منين يجي محمد لبن الصباح البوتيك عنده معاه شغله عنده فيه شغله ما نعرفش يطرح طلعه ويجيه صاحبه ذاك اللي واحد من قومه ويطرح طلعة أخرى الصبح ما فاتت الناس ثلاثة هم تجي أصبح فاتت الناس ثلاثة تجي يجاوبوا ويمشي ولبنه يقيل الراجل فمتها إلين يعدل طلعته ويخليها عند مول البوتيك ويمشي ويقعد من أصبح محمد لبن وزال بكري من باكر يجي يخلص الطلعة يقلب بتاعته ويجاوب فيها وتماشي ليلة ونهار جاي الموبايل رد عليه قال وانا اخو مع التالي قالوا مش انطريني كلا فلان وفلان وهم يجوني هنا واحد يجيني مزال غلس اصبح ولا يقلب التاغطي يجاوبه والاخر يظلت معاي هو يتنين هوت معاي جعل من النهار تعرف هم اصحابي ناس هو يزقلني جاسر من الحوال ويخلي لي طلع رحم الله ومزار ومزملاء حد اصحابي هذا يجيني ويغرر علي عدل بوتاي وانقذني ويقبل مني يقبل مني دراحة ويقبل مني ويمشي كم قاعد المبالي من عين شهر راجل صاحبه هو اللي هو محمد بن بجالها لا يستحون لا يستحون من كلمة الحق لا يستحون من كلمة الحق يقولوا هو توف قالوا فلان وهاي لا نصحت شفت انت ومحمد لبن بينكم في الغنى مشي ليلة ونهار خلي عنك مشي ليلة ونهار ليلة ونهار يبني وهوة عنه ليلة ونهار ما حد يجي ويجاوبوا منين يجاوبوا هو تاكل وخليه ليلة ونهار حد يجي شوف ذاك يقيل ويخلي طلعته الدحميس الثاني يجي مع الصباح ولا يجي يقلب الورقة ويجاوبه ويتماشي قال له بينك مع أهلي لون ما جامله ما جامله في الكل ما جامله لا الحق ما حق أنا قايل لك معناها عنهم يقبل وساهم صداقتهم صداقة حميمية وقوية مبنية على شيء حقيقي مبنية على الحقيقة مبنية على الحقيقة منين يتخرج يهو هذو الناس كيف قال لك بنت إياها دد عنهم يجب أن تكون هناك جامعة معناها هناك كيف كنت أقول لك عن الهتوة قد تكون مجملة وقد تكون قد تكون مرسلة مرسلة منين تخرج يهو لك إلى تيت نحكي لك وركاتيها طلعت مادة والعلم بطالب اللي يصف فيها مواصفات الفتى الله ومنين يصف فيها يغير مونك حد له يتطعرش بشي والله حد له يتحدى المغنين بشي والله حد له يتحدى القرايح بشي وتحق
تحقوا عن ذو شيء تحقوا عن ذو شيء لا هم اللي هامة من همات الأدب قايل 1908 1908 لا شو من التكة شو من التكة فهم تعرف هي يتباركم على غنى وقرائح وزينة يكون حاسبوا وتوفى فهم مثلا تهم عنهم لهي تلاوية يشتركوا معاه الحلبة في ذاك الميدان وعقب اللي من عرف العرف عن حق لا من وجوه الوجوه هو ذاك ما أرغى عن الميدان اللي يدفعوا فيه الجمال والحشيان وعود الحشيان ماضي لا لا هي عقب هي الميدان يعني اللي منهم هي الميدان وفي حسن حوكه والله يا رمت قرض يا الفتيان يا رمت قرض الشعر أدنى قطوفه إلي فأشري منهما أنا جاني فقاصيه دان لي وعاصيه دائنه وأعينه شوقا إلي رواني ولم أكن في أخذ له متكلفا فما هو إلا مختف بلسان تجايده الركبان في كل موقف شوف تقرأ في المجتمع الله تقرأ في المجتمع ما يبدو في المجتمع منين تخلص منين تخلص اللي قال لهم في هذه الطلعة الطنانة الحائية العظيمة سكيف لا قط الشاف شيء زين من هذه اللي لابد للإنسان يعود الشباب يعرف عنها هي الجامعة للأديب والفتاة لابد لهم يعرف يا الناس اللي ما نسامين لاحق فيكم أسف الملاح فاش تأكلوا أرض الناس الأخرين باس واغة والكذب والتفتاح من أسط من أسط طيحهم من العين زمان يحكم الفطح زين هو الكلام وراء ظهر شيء وسوقع إلى عاد مزاح أني العاد هامكم شي زين قابحوا به ميدان القباح يتم لا يطيح في الوذنين ما قطع راهو ذاك كنت واكلين من غيبة الناس يدور يقمح لا إله إلا الله مزيد ومباركون على الداثني وقدموا لنا منكم عين المراح أيوه عين المراح ابتوا باليوم الكبير جايين ما خيوه ذا جايين به صح بمنع تنزر الامتيزر الكتوب عزر الالواح كيف تفل عرابة بيات زينين قاسين من قصائد المصباح وكيف التبيين التبيين بين الافعال المعتلين والصحاح سالم ومهموز ومضعفين اصحاح لاهف المعتل التاح مثال وجوف ناقص مسيكين لفيف بنواع ولثنين صاح مفروق ومقرون ذاك بعد زين عباد العرب كان لقحا وبعد فتاة افتاح حقيقة ولا بغيتو يوم الفقه في الدين واجب ومندوب ويوم مباح كيف اذا كان كله عنده معنى اختيار للامثله في اللفيف والمفروق والناقص ناقص مسيكين اذا كان كله عنده معنى في القضيه وضربات موجعه للذكر في باب الذبح باب هي غزال مول باب طياح الطياح تعرف هو طياح يذبحهم كلهم الله كيف باب الذبح باب هجين غير زاد مولي باب الله باللي قط قال فيه ذو النورين واللي قال فيه عبد الجراح واللي قالوا لئما المتعدلين اللي هما قالوا كل هما قاع مفتاح العلم وقالوا الاقطاب الاخرين واللبونه والعبد الجراح ودواوين الشيخ ملعينين بيت العلم الزين والصلاح هذا هو الجايين بي ومتقدمين للقباح مرحبا بكم وخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه وخير اثنين طاح طاح تسمعت لك وخير اثنين طاح الله واللي ما سندوا ذراعه طاح طاح زين واللي ما سندوا ذراعه لا طاح مرحبا بكم وخير اثنين واللي ما سندوا ذراع لا طاح انتم من ذاك ناصطين وابدا قلتوا ما زاد وراح ويمكم لا يم التبيضين والتمشرين مع يم تسداح قلت له غنيكم كاملين وعسكم لان دقيق فيهم النوار ايوه والله سمعت مثل انت السلاسته الله يا الله سمعت انت السلاسته حتى يقد حتى ما لبيت تركي عسكم لان دقيق فيهم النوار معروف اصل في الدريز المتين انا هو نفاذ الارواح يباني حاكات في الضيوين ومحوصيني اهل الميداح وعنده الشواخ حنك تباردين تكيبر نصنت اللمداح وقابحت في خيامي قام نخرين ولا نرتمع بي يرمح والبرمي لاقي متزينين ونفاصل ويلا عاصل ولا نفاصل زاد ونفاصل منين يبكم ومنين يعود باح وتقد تسوي لهم مغنين عني في الموش بلا اللي باح قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بلا تقرع جيتهم بلا تقرع لا تقرع قاطعت اولاد هالدار الاثنين بيه وبابه يرحمه الاثنين قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقرع ايوه وقاطعت
والكويري قاطعت بزمين عقب ذاك قطعات مزاح وقاطعت والبكار عابدين وهم مغنيين الصحاح. قال لي حد عنه عنه حكاها الحكايه الاولى على عابدين والتقي ولا تمي الصنت. قال قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقرا احنا اتكلم وقاطعت والكويري قاطعت بزمين عقب ذاك قطعات مزاح ما اتكلم وقاطعت والبكار عابدين. قال له غنيت ودي عابدين الله يزاد ولا اختار يا سلام يتعلق يا صاحبه حتى لا هو مغير الصحاح والبتوتة كاملين ولا فيهم الخافض فيه الجناح قلت الكرز ايوه وقلت التهيدين والطلع والمدايح والمداح وشبحت وذرعت في الموزون لين بحيت لين بقيت باح لين بحيت لين بقيت باح ولكم راني خطيت خطيت فيهم الجواب إلى قد يوضح ولا خطيت لا خطيت من ورب المضرب من ورب الثاني فيهم الجواب إلى قد يوضح إلى أنتم أنكم قادين روحوا روسكم خير حد يستراح سكتوا عنا وإحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماع بزيام الوداع الوداع سكتوا عنا وإحنا ساكتين عنا قلت لك يا مالك الروح عندي عنه قايل هنا إحنا شفت فتاة مد فتاة ما لك مين تخرب سكتوا عنا وإحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماع طيب شفت عنه هو سامع عنهم شي ما هو زي يا غير هو لا يتملى طيب لا إله إلا الله تم الفتاة تم الفتاة من هي طبيعة الفتاة هو طبيعة الفتاة ولا غشمة حتى لا طاح منه شي ما يغشمة وتم حافظ على الذوق العام وحافظ على فارق السن وفارق السن بينهم وزين عندي قاع ماذا كامل عنه عابدين و والكويري الكويري اللي كبار منه سنان قال لا قطعات مزاح لك ذكاء قطعات مزاح اللي يعرف وجيتهم به وقاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم به لا تقرا لا تقرا ذاك ملي عايد زاد هو ملي كامل كل له معنى عاقل هو معنى معنى عاقل هو هي اللي انا بقولها مخلي لهم قيمه الفتاه الله هي موسوعه الفتاه موسوعه الفتاه بكل الفتاه يا من يد الفتاه يا دليل الفتاة دليل الفتاة دليل الفتاة هي دليل الفتاة اللي حد ما هو فاهم على عنه يا الطعود يعرف إذا امتس الفقه يعرف منه الشي داخل به جماعة شوي وإذا امتس اللغة العربية كيف قال هو وضرب لها أمثلة الأمثلة اللي ضرب فمت يا أمثلة أو عار منها باللغة العربية يا غير هو قاصد هذه اللي كلها عنده معنى كلها عنده معنى في القضية كلها عنده تلميح ما لو قال لك وناقص مسيكين الله لا في المعتل ملتاح لكن له عنده معنى لا في المعتل ملتاح معناها إذا عاد يكون معتل أنا راني التحت فيه الله وناقص مسيكين الله كامل كله عنده معنى كيف باب الذبح انا راني لكم لاين تباركم عشرين قالوا الذكر الله كان كله عنده معاني الله. وكله عنده دلائل ومن هم اللي قاعد يتلعب يمكن مشري علم تسلاح بسم الله هذا من يعود يقولوا رجال يقد يقولوا هو فطر هو قالوا الكويري ونقاطع قاع مد نقد نقاطع محمد ونقاطع قاع مد ونقاطع عابدين مع انهم هم كان ما فيهم ما حد ما يابا تعود قدامه قاع الله يقول لي ما فيهم واحد وهم غني الله يا غير الكويري غير مد ونقدم قاطعوا في البلد واحد واحد واثنين اثنين ونقدم زاد عادي ولا جاوا عليهم محمدين ولا جاوا مدين وعابدينين ولا جاوا حمدين لحد ما هو كيف فتوت الكويري راجل التابع في درين قال له لغنا ما يقد يقول الله الله حقيقة معناها عني نقول هذا النوع من الفتيان هذا النوع من الفتيان مونك يعود هو اللي سايد بين الناس اخر عصر عصرهم هم هذا هما من اواخر العصار اللي عصر كان عصر ثقافه وادب واخلاق يا غير ما فيهم حد ما هو حد يحفظ صاحبه غناه ويحفظ الاخر غناه كلهم يتجبرون على الغناء هذا قام الداخلين ايامه تلحق غناهم الداخلين هذا انا سيدي نعزل ذاك اللي من الصعب هذا يدل على ماله من جيل عابدي جيل عابدي جيل عبد الله يمسيد يرحمه شوف جيل عبد الله السار وجيل اسماعيل والمعلم محمود جيل وجيل الحصين شوف شفت 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 الفتى شفت الفتى إيلان فقع
ما يتخلى عن مهمته التربويه عنكم احنا ساكتين عنكم ومطالبين الاستثناء هي تم مهمته التربويه مطروحه قدامه مطروحه والله لماذا لانه هو مجبول على استفتي نعم هو ما هو استفتي يا اخوتي هو ما مشى ولود الكرزه ودارها على ممكن قال استفتي هو خلق هو اصلا عنده امور خاصه به هو قابله تستقبل أرضية خصائل استفتي ودار عليها أمور مكتسبة أنه هو متألف وخلق من مدة ومتثقل من مدة وطايحة فخلاقه مدة وذا كامل ولا اسمع يا القوم اللي ما نسامين ما أعرف أحد لا لا قد حد يحوز هالرأس لا قد حد يحوز هالرأس وما الله اللي خلوته اللي خلوته ما نسامين حد رأس المد هو ما نياوه ما شيء كان ما طيحوا منه كلمة طايحة به اللي فتاة ما قولوه شيء نق به اللي فتاة يا غير بعد طرح أمامهم اللي خطوات اللي يلضح حد يمشي كانوا قد يتراح به خالق جانب ثاني من صرت كده أنه علق شرب النص خالق جانب ثاني من الفتوة يعود الراجل مانع الصحيح اللي تتراعد منه الرجال مستعد في اخلاقه وفي سلوكه للتنازل يقول اه يقول لامرأة او طالب الله الله ما داخل شك راسه اللي مروح تنازل عن عرشه كانك عسريك العرة ترك النهلة تعسرى ولا توطاي علي يزاد الله لا تعسرى وطاي معناها عدل الباغية معناها شنو هو إذا ما في شك راسه وإذا تخطى الشيء قال له عقدة الأناء هذه اللي تجعل الإنسان يشعر بالنقص الله مثل المثلات عنده ما هو طارح بله الفتاة ما يتكبر أكثر من أنه هو وطوف موجود وهذا هو قدره وشفي الله بالتالي إلين أنا مهم عندي ونختير تعود في منهجية علاقاتنا مع شبابنا علاقاتنا مع الناس كاملة نعود نحاول نتم من هذه الشخصيات نعود نتخطى ودفقايا ما أنا قبلها تدخل علينا اللي رقاجلين ينفقع ما تتحكم شيء مات له مبرمج هو خسرت برمجت عاد 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 برتو مثل مبرمج انواسوا من الحال اللي ما نكذبوا على حد زين شي ما نقادين نعدلو يلين يجينا الشاب بدورنا نعدلوه له قول له فلان انا ما نقول له نقول له انا ما نقد نكذب عليه نديره في راسه تربويا هذا بويا هون يكذبوا عليه الكل حنين نديره في راسه تربويا هو قاعد هو اللي يعلم ولاده الكذب اني ماني كذب حرام وانه ما يتفاسد قول له ذي ما نقد نعدلها ماني كاذب عليك لا ما نقد نعدلها والله ماني كاذب عليك لا نبذل فيه جهد ولا نظام الله زي حتى ما قلت في رتوف ما وتوف المهم ما نطرح له تنكفرت يتم تعلق به وهي ما هي هذا ما كان بعدك في صدر مثلا انا المهم عندي الترك اللي ما زالوا عندهم مستقبل ويتربى عدنا نحاولوا ان نربوا ذا الجيل على الصدق وعلى على اعلن الكلمه الصالحه احسن من الكلمه الخاسره واعلن الدعيه اشبه منها الدعاء وان الحسد افضل منه طلب مولانا لدوام النعمة لذاك الشخص حق مثلا امراض القلوب نهج تماما طبعا سابقا مش على الحسد هذا سبحان الله اعطيني قول شوي شفت من تربية الاجيال لو اكثر نوع من الفتيان ولا نوع من الاعصار مش محتاج تشد عن قد يعود فيها امراض القلوب النوع من الفتيان ما فيها امراض لا 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 في لا لا ابدا ولذلك صاحب الحق عندك ولذلك صاحب الحق معروف نعم يقول لك مص ما يمنعهم ذاك من ذاك نعم البوبان فتى الله الفتيان الله الفتى والشيخ فتى حتى ومحمد لبنه فتى الله عاوز ثلاث فتيان قطع عاوز ثلاث فتيان وكان محمد لبنه ويجي محمد لبنه ظاهرة صلى الله عليه ظاهرته حق ظاهرته ظاهر التنبيه اللي خالد ولا التعبير عنه لا ذلك ظاهر ظاهرته
منين ما كانوا الشيخ ولا حد ثاني من قوم المغنيين لا بعد من عصره ما كانوا الشيخ ولا حد ثاني الشيخ ماني متاكد عنهم المهم عن محمد ايوه مالي كانوا من فتوتهم عنهم كلهم زينه قريحته ومغني وشاعر وعاقبالوا المحضره يا غير ما فيهم واحد ما يشتغل تلحقوا واقف بوتيك تلحقوا صار وينبورو تلحقوا متبارك مع شيتي فيه تلحقوا واحلف شي ما هو الا بدعته ما هو بطال معناها انك منين تخلص ما هو فيتات هو فيتات قالت له هي قبيل وكريم ولا لك فيتات وقلت لك منين يجي محمد لبن اصبح البوتيك عنده معاه شغله عنده فيه شغله ما نعرفش يطرح طلعه ويجيه صاحبه ذاك اللي واحد من قومه ويطرح طلعه اخرى الصبح ما فاتت الناس ثلاثه ما تجي اصبح فاتت الناس ثلاثه تجي يجاوبوا ويمشي ولبنه يقيل الراس في متاه يلين يعدل طلعته ويخليها عند مول البوتيك ويمشي ومنين يعود من الصباح محمد لبن وزال بكري من باكر يجي يخلص الطلعه يقلب بتاعته ويجاوب فيها وتماشي ليلة ونهار جو الموبايل رد عليه قال وانا اخو مع التالي قال له مش نطري لك لا فلان وفلان وهم يجوني هنا واحد يجيني مازال غلس اصبح ولا يقلب بتاعتي يجاوبه والاخر يظل معي هو تنين هو معي جعل من النهار تعال هم اصحابي ناس هو يزقني ياسر من الاحوال ويخلي لي طلعت رحم الله من صار وزملاء حد اصحاب هذا يجيني ويفرض علي نعدل وتاي ونقدم ونعدل ويقبل مني يقبل مني دراعه ويقبل ويمشي كم قاعد بالي من شهر راجل صاحبه هو اللي هو محمد بن دجاج لا يستح لا يستحون من كلمة الحق لا يستحون من كلمة الحق يقولوا هو توف قالوا فلان أنا وهاي لا نصحك شفت أنت ومحمد لبن بينكم في الغنى مشي ليلة ونهار خلي عنك مشي ليلة ونهار ليلة ونهار اللي هو تعانوا ليلة ونهار ما حد يجي ويجاوبوا منين يجاوبوا هو تاكل وخلي ليلة ونهار حد يجي الفتوة شوف ذاك يقير ويخلي طلعته الدحميس الثاني يجي مع الصباح ولا يجي يقلب الورقه ويجاوبه وتماشي شوف قال له بينكم اهلي لون زين ما جاملوا ما جاملوا في الكل ما جاملوا في الحق لا الحق اسمع هذا اللي قايل لك معناها عنهم ذاك وساهم صداقتهم صداقه حميميه وقويه ومبنيه على شيء حقيقي مبنيه على الحقيقه مبنيه على الحقيقه منين تخرج يا هو هذو الناس كيف قال لك بويلات اياها دد عنهم يجب أن تكون هناك جامعة معناها هناك كيف كنت أقول لك عن الهتوة قد تكون مجملة وقد تكون قد تكون مرسلة مرسلة منين تخرج يا هو لك إلى تيت نحكي لك فركاتيها طلعت مدة والعلم بطالب اللي يصف فيها مواصفات الفتى الله ومنين يصف فيها يا غير مونك حد له يتطعرش بشي والله حد له يتحدى المغنين بشي والله حد له يتحدى القرايح بشي وتحق تحقوا عنده مش تحقوا عنده مش لا الحق هم اللي هامة من هامات الأدب قايل 1908 1908 لا شي من التركة قلت شي من التركة أظنهم تعرف هي يتباركم على الغنى وبقرايح وزينات يكون حاسه هو وتوفى أظنهم مثلا تهم عنهم لاهي تلاوية يشتركوا معاه الحلبة في ذاك الميدان وعقب من اللي منين عرف العرف عن حق لا منين وجه الوجوه يا هو ذاك ما عرفوا عن الميدان اللي يدفعوا فيه الجمال والحشيان وعود الحشيان ماضي الا لا هي عقب الى لي الميدان قال له ابن امي هذا مجي الى لي الميدان وفي حسن حوكه الله اسمع اذا رمت قرض يا الفتيان اذا رمت قرض الشعر ادنى قطوفه الي الله منهما انا جاني فقاصيه دان لي وعاصيه دائن واعينه شوقا إلي رواني ولم أكن في أخذ له متكلفا فما هو إلا مختف بلسان تجالده الركبان في كل موكف وتقفه ذات العمان شوف تقرأ هذا المجتمع الله تقرأ هذا المجتمع ما يجب يقول هذا المجتمع منين تخلص اللي قال لهم في هذه الطلعة الطنانة الحائية العظيمة كيف ما قط شاف شيء زين من هذه اللي لابد للإنسان يعود الشباب يعرف عنها هي الجامعة للأديب والفتاة لابد لهم يعرف يا الناس اللي ما النسامين لاحق فيكم استلم لاحق فاش تأكلوا أرض الناس الأخرين باس واغة والكذب والتلتاح
من أست من أست طيحهم من العين زمان يحكون الفطح زين الله هو الكلام وراء ظهر شيء وسوى قاع إلى عاد مساح أري العاد همكم شي زين قابحوا به الميدان القباح يتم لا يطيح في الوذنين اللي في الوذنين ما قطع راهو ذاك كنت واكلين من غيبة الناس في دور يقمح لا إله إلا الله مزيد ومضاركم معنا الثاني وقدمونا منكم عين المراح عين المراح أنتوا باليوم الكبير جايين ما خيوه جايين به صح قوموا نعطي للزر المتين زر الكتوب زر للواح كيف تفل عرابة بيات زينين قاسين من قصائد المصباح وكيف التبيين التبيين بين الأفعال المعتلين والصحاح سالم ومهموز ومضعفين صحاح لاهف المعتلين التاح مثال وجوف ناقص مسيكين لفيف بنواع الاثنين صاح مفروق ومقرون ذاك بعد زين الأولاد العرب كان لقها وبعد فتاة فتاة حقيقة قولوا قاعد ربي ولا بغيتوا يم الفقه في الدين واجب ومندوب ويم مباح كيف وإذا كان كله عنده معنى اختيار للأمثلة في اللفيف والمفروق والناقص ناقص مسيكين والذب إذا كان كله عنده معنى في القضية وضربات موجعة كيف باب الذبح؟ باب هجوم غزال هم اللي باب طياح نص الطياح تعرف هو طياح وهم يذبحوا كلهم واحد الله كيف باب الذبح؟ باب هجين غير زاد هم اللي باب طياح ذكات الله باللي قط قال فيه ذو النورين واللي قال فيه عند الجراح واللي قالوا لين المتعدلين اللي هم قالوا كلي هم قاع مفتاح العلم وقالوا الاقطاب الاخرين والبونة والعبد الجراح ودواوين الشيخ مالعينين بيت العلم الزين والصلاح هذا لأتو هو الجايين بي ومتقدمين للقباح مرحبا بيكم واخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه واخير اثنين طاح طاح تسمعتك واخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه طاح طاح زين واللي ما سندوا ذراعه لا طاح مرحبا بيكم واخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه لا طاح لأتو من ذاك ناسطين ابدا من قلتو وابدو قلتوا لنا زاد وراح ويمكم لا يم تبيضين وتمشرين مع يم تسداح عقلتوا مغنينكم كاملين وعسكم لا نقيم فيهم النواح الله يلا يلا سمعت مثل انت السلاسة الله يلا سمعت انت السلاسة حتى يقد زاد حتى عسكم لا نقيم فيهم النواح معروف اصلي في الدريز المتين انا هو رفاد الله ميباني حاكات في الضيوين ومحوصيني اهل الميداح وعند اهل الشواخ حنك تباردين تكيبر نصنت اللمداح وقابحت في خيامي قاو نخرين ولا نرتمح بي في الرماح والبرمي لا قيم تزينين ونفاصل ويلا عاد صولاح ونفاصل زاد ونفاصل منين يبكم ومنين يعود باح وتقدوا تسولوا المغنين عني في الموش بلا اللي باح قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقرع جيتهم بها لا تقرع لا تقرع قاطعت اولاد هالدار الاثنين فيه باب يرحمهم الاثنين قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقرع وقاطعت والكويري قاطعت بزمين عاقب ذاك قطعات مزاح وقاطعت والبكار عابدين وهما المغنيين الصحاح قال لي حد عنه حكاها الحكايه الاولى على عابدين وللتقي ولا تم يصنت قال قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقراح ما اتكلم وقاطعت والكويري قاطعت بزمين عقب ذاك قطعاك مزاح ما اتكلم وقاطعت والبكار عابدين قال له غنيت بدع عابدين الله زاد ولا ما يا شغل اللي يتعلي يا صاحب حتى والله لا هم مغنيين الصحاح والبتوته كاملين ولا فيهم الخافض فيه الجناح صح قلت الكريز ايوه وقلت التهيدين والطلع والمدايح والمداح وشبحت وذرعت في الموزون لين بحيت لين بقيت باح لين بحيت لين بقيت باح ولكم راني خطيت فيهم الجواب الى قد يوضح ولا خطيت ولا خطيت المضرب المضرب الاول المضرب الثاني فيهم الجواب الى قد يوضح الى انتم انكم قادين روحوا لروسكم خير حد يستراح سكتوا عنا واحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماع بس يا الوداع الوداع سكتوا عنا واحنا ساكتين عنا انا قلت تهرب قلت لك هاي ظهرك الروح عندي عنه قايل هنا احنا شفت فتاه لا اله الا الله مد فتاه انا قلت تهرب سكتوا عنا واحنا ساكتين عنكم
والطالبين الطالبين السماع الطيب وهذا وفق الطالب شفت عنه هو سامع عنهم شماه جيد يا غير هو لا يتم الله طالب لا 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 تم اللافتة تم اللافتة من بداية الفتاة هو طبيعة الفتاة ولافتة غشمة حتى نطاح منه شماه وتم حافظ على الذوق العام حافظ على السكين وحافظ على فارق السن وفارق السن بينهم وزين عندي قاع من ذا كامل عنه عابدين و والكويري الكويري اللي كبار منه سنا قال لا قطعات قطعات مساح لك ذكاء قطعات مساح به اللي يعرف وجيتهم به وقاطعت اولادها الدار الاثنين وجيتهم بها لا تقرا لا تقرا ذاك ملي عايد زاد هو ذا كامل كله له معنى 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 انا اقولها مخلي لهم قيمه الفتى الله هي موسوعه الفتى موسوعه الفتى بكل الفتى يا من الفتى يا دليل الفتى دليل الفتى هو دليل الفتى هي دليل الفتوه اللي حد ما هو فاهم على عنه يا القعود يعرف الى امتس الفقه يعرف منه الشيء داخل به جماعه شوي والى امتس اللغه العربيه كيف قال هو وضرب لها امثله الامثله اللي ضرب فما تيها امثله او عار منها باللغه العربيه يا غير هو قاصد هذه اللي كلها عنده معنى كلها عنده معنى في القضية كلها عنده ترميح ما لو قال لك هنا أقسم سيكين الله لا في المعتل نلتاح ذا كله عنده معنى لا في المعتل نلتاح معناها إذا عاد يكون معتل أنا راني التحت فيه الله هنا أقسم سيكين الله ذا كامل كله عنده معنى كيف باب الذبح أنا راني فيكم لهين تباركم عشرين قالوا ذا كامل ذا كامل كله عنده معاني الله وكله عنده دلائل ومنين هم اللي قاعد تلعب يمكن لم تسلاح بسم الله هذا منين يعود يقول ولا قال يقد يقول هو فطن هو قالوا الكويري ونقاطع قاع مد من قضاته اللي معروفين في الاقليم كامل ومن 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 نواويره الحقيقيين في صغره صاحبه الفتى المعروف اليدادي ويقول له انبت انا بعد ما عرفت طالعت عليه يقول له انا واليدالي والماح الله لا يفرقنا يكان تترو للواح فما يشجر برقنا ويجاوبه هو في قصيدة بيت القصيد منها عليها فتن عين علو الراس قال لي هو اليدالي عليها فتن لا ينثني لكريهتي وليس بنبالي وليس برامحي هو شفتها فتاة في ميدانة لا ينثني لكريهتي وليس بنبالي وليس برامحي الشجاعة والإقدام والإيثار وتقديم الإخوان وتقديرهم وتعزيزهم عند الناس وقل التنعات نفي الشك الراس منهم مثال لك اللي يقول لك سدهم لنجرته يقول لك وتركها وقت نعات تتشيش سعدي باللي خاين جهده خاين جهده أسكي ما ينعت أبدا قوته ولا غطرسته ولا عن جهيته لخوته ولا ابن عمه سعدي باللي خاين جهده لزمانه بالفتنة والطيش خايف لا يرجع جدر عدوية فرح لتخابيدي دوعيش هالراجل خالق له ذمن المواصفات كاملين هو التالي من الجماعة وهو التالي في ساحة المعركة وهو اللي إلهي اللي أنت له والأول اللي يدخلها هو التالي هو التالي لا يمرق وهو التالي لا يمرق به اللي ما خالق حد لا يعود مصدوف ما شل عليه وعرف زاد فتوه منين وسنده ورجعه سكي وهو اللي يتلب له سيكة وهو اللي لا يعرف كان الغزي في حد الطرف ويشرب لا يعمل ميه لحد من المحاضر المحيطة به يقول لك جولة ذاك الشيخ اللي ينزار جولة بغزيه بقدو الجيش اللي ما يعمد عار في وجه الطالب لقصده سكي الجيش اللي ما يعمد عار في وجه الطالب لقصده والجيش اللي يكرم الأطيار ححالله اللي بيجفف العدو زين حتى إذين يقول لك تلحق قوم تقول المقدول تلحق قوم تقول المقدول والله اللي يستاهلها فرصاها وعفى الست طبول وجب دوراها ومعدلها ناقل حق بصرها مسلول ببصر هذيك يشيتلها وناقل حق قدحها مقلول بقدح هذيك يشملها الله هذا فتاة ناقل حق بصرها مسلول
صار هذيك شيء تلها ولا ناقل حق قدحها مقلول بقدح هذيك هذا لا يرد لوح هذا مو معنى لا يرد لوح يشملها وفي الغزو يشرع للمهزول في الغزو يشرع للمهزول الغزو ماشي فولها ومنين الدور ظل يزول يواسي باش ينزل الله هوارك الفوتيان اللي من ذا النوع كل حد من المدرسة رقم 4 يقعد هو وكل واحد من مدرسة نتق يقعد هو هاي به اللي في معاركنا الخالدة ضد المستعمر ومعاركنا الحالية من أجل الحياة ما هو من حد من الموريتان ما يقعد ذاك الأمير ويقعد ذاك كلها بأدوات العاصر يقعد ذاك العالم كلها بأدوات العاصر نحن نتوسم في كل واحد منهم عنه في يوم الأيام يقود موريتان وعنه في يوم الأيام يعود هو إلى عمل ذاك اللي يعمل قدوتنا هو نموذجنا إلى عمل بذي السمات الفضائية يقولون نحن راك اللي ما يلحد هاي سمات المجتمع المجتمع هو قال عن الأخلاق الفاضلة شيء كبير هو قال عن القيم شيء كبير وقال هالدين وقال هالدين وقال هالدين والمرأة وأخته الدين فقدت لا يوجد الدين هذا بعد المواصفات حد ما عادوا فيه ما يقدر يعود فتى كما قالك الأستاذ قانون الشاعر والمغني يكلفوهم حدود لا طاقة لهم بها قالك أنت شاعر ما تقدر تعود من المعارضة وأنت شاعر ما تقدر تعود من الموالاة شاعر قاع خلوه من المعارضة وخلوه من الموالاة شاعر راسه هو إذا أبغى يعود من الموالاة ولا أبغى يعود من المعارضة وصوته ما حاسد له حد هو صوته صوتين صوت ضميره وصوت وجدانه وصوته هو السياسي ما حاسد الحد إلى عاد معارض يعود صوت يعود عنده صوت شعري ولا محسود الحد إلى عاد موالي يعود عنده يعود عنده صوت شعري به اللي هو هذا الشعر وحده ما هو سمة من سمات الفتوة الشعر ملكة وحده والله موهبة ملكة والله موهبة قالك شاعر ومغني هذا ما هاي سمة من السمات اللي يتحلى بكبرياء الفتيان ويتحلى بأخلاق الفتيان وسيم الفتيان ونبل وقيمهم الشيخ الحلة ذاك اللي فتى الشيخ الحلة يدبلها ولا زلت والله يصبلها واللوحة يعطي جولها ويتقاعس عند الحاسي ولما هذا كلها قاع الناس وكالناس والفتى ذاك اللي يميز عن الناس العاديين بتضحيته من أجل الناس العاديين لا تنسى لا تنسى أنه الصيفة اللي يميز بها هو نفسه ما يعدلها الراس هو نفسه ما هو حاس بيها ما هو حاس بيها شفت الفتاة ما في شك راسه ما في شك الراس أنا ذكركم بعد الددة جايك شاعر لين جايك تفضل شفت الفتاة ما في شك راسه مطلقا ومجرد يدخل شك راسه فقد سيمة رئيسية من سمات الفتوة الفتاة ثقة الخطوة يمشي ملك الحق واللي قلت لكم قبيل جاءوا يسولوها الحكمة والحكمة في القرآن من منين قال لهم لفظ الحكم ولا حقول يحلب بقرة لفظ الحكم لا دخلوا التام حصب يدكم تحت الحال وإلى إلى إلى مرقون أعطيك رأي ضم المحصى ولا تخسر وإلى زيت النني جاي اللي هو العجل اقعد واصر واصر هلا يا كبير يا كبير هذا ذكر الفتوة الحق هذا ذكر لي على ذكر لفظ الحكم هي الحكمة والحكمة الحكمة والنبوءة والحكمة لفظ الحكم لا دخلوا التاء محصب ايدك من تحت الحال ولا مرقو اللي هو التاء الى مرقو اعطيك راي ضم المحصى ولا تخسر اه وسال اللي ضحت استاذ والله ولا زيت النني جاي اقعد واصر واصر حلب بقرته شو محمود محمود زيت العجل محمود على ذكر الشعراء اللي كنت طالعه حنون الشعراء اللي خلدونا قيم ذي الناس اللي شادين اخبارها وفتوتها راهم زادهم فتيان فتيان سدوهم اللي نجارته مثلا اصل فتى محمد الهدار الله الشعراء الكبار اللي واحدين منهم خلدون نقاع بحور اللغنبات عبدون هم كسدوا من جارته مع بيت خمسة حث وجراد هذا هو اللي معدلوا ورأيكم اللي خلدون حياة هذه الفتيان كاملين عندنا ورك
نعرضهم من راعوا فيهم من خلال وصفهم هم للقيم اللي تمسكوا بها الشخصيات اللي كنا شادين أخبار كيف المحمدي مثلا الله. كيف ياسر من الناس اللي نحن نعرفهم كاملين يا غير نعرفهم الا من خلال الشعراء اللي جابوا لنا وصفهم في كلمات الله. وهذا اللي يدل على عندهم فتيان حقيقة شفت الواحد منهم ذا قاع احنا فقنا على شمنا روقي سنته اللي تنقال له كلمة خاسرة هو لك متقزز ما هو من انها قالت له كلمة خاسرة متقزز ان الكلمة خاسرة انقالت انقالت شيء عنده عنه سمعها الله. ان الكلمة الخاسرة انقالت هو الحق شو يقول الكلمة الخاسرة شفت سعدد هذا ركت اياها هذا المجال جيب لنا تشد اخبار على عنهم كان هذا الفتى الحقيقي لا يرعى في الله لومة لائم يقول الحق ولو على نفسه ولذلك صاحب الحق ولذلك صاحب الحق معروف يقول لك مصر ما يمنعهم ذاك من ذاك البوبان فتى الفتى والشيخ فتى حتى ومحمد لبن فتى عاوز فتيان قطع عاوز فتيان وكان محمد لبن ويجي محمد لبن ظاهر ظاهرة ظاهرة حق ظاهرة تاريخية ظاهرة تنبيه اللي خالد ولا التعبير عنه لا ذلك ظاهرة منين ما كانوا الشيخ ولا حد ثاني من قوم المغنيين لا بعد من عصره ما كانوا الشيخ ولا حد ثاني الشيخ ماني متأكد عنه المهم عن محمد وإيه ومالي كانوا من فتوته عنه كلهم زينة قريحته ومغني وشاعر وعاقباله المحضرة يا غير ما فيهم ما حد ما يشتغل تلحقوا واقف بوتيك تلحقوا يصار وينبور تلحقوا متبارك مع شي تي فيه تلحقوا واحلف شي ما هو لا بداعته ما هو بطال معناها انك منين تخلص ما هو فيتات ما هو فيتات قالت له هي قبيل وكريم ولا لك فيتات وقلت لك منين 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 يجي محمد لبن اصباح البوتيك عنده معاه شغل عنده فيه شغله ما نعرفش يطرح طلعة ويجيه صاحبه ذاك اللي واحد من قومه ويطرح طلعة أخرى الصبح ما فاتت الناس ثلاثة هم تجي أصبح فاتت الناس ثلاثة تجي يجاوبوا ويمشي واللبنه يقيل الراجل فمتها يلين يعدل طلعته ويخليها عنده البوتيك ويمشي ومن يعود من أصبح محمد لبن وزال بكري من باكر يجي يخلص الطلعة يقلب بتاعته ويجاوب فيها وتماشي ليلة ونهار جاول الموبايل رد عليه قالوا أنا أخو مع التالي قالوا مش نطريني كلا فلان وفلان وهم يجوني هنا واحد يجيني مزال غلس أصبح ولا يقلب التاغطي يجاوبه والآخر يضلت معاي هو يتنين هوت معاي جعب من النهار تعالى هم أصحابي ناس حوي زقلني ياسر من الحوال ويخلي لي طلعت رحمه الله ومن صار ومزملاء حد أصحابي هذا يجيني ويفرض علي نعدل وتاي ونقدم ونعدل ويقبل مني يقبل مني دراعه ويقبل ويمشي كم قاعد المبالي من شهر راجل صاحبه هو اللي هو محمد بن القيادة لا يستحون من كلمة الحق لا يستحون من كلمة الحق يقولوا هو توف قالوا فلان لا 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 نصحك شفت انت ومحمد لبن بينكم في الغنى مشي ليلة ونهار خليه عنك مشي ليلة ونهار اللي هو تعانوا ليلة ونهار ما حد يجي ويجاوبوا منين يجاوبوا هو تاكلوا وخليه ليلة ونهار حد يجي الفتوة شوف ذاك يقيل ويخلي طلعته الدحميس الثاني يجي مع الصباح ولا يجي يقلب الورقة ويجاوبه ويتماشي شوف قال له بينكم أهل لون ما جامله ما جامله في الكل ما جامله لا الحق ما حد أنا قايله معناها عنهم لا قبول وساهم صداقتهم صداقة حميمية وقوية ومبنية على شيء حقيقي مبنية على الحقيقة منين تخرج يا هو هذو الناس كيف قال لك قبيلة إياها دد عنهم يجب أن تكون هناك جامعة معناها هناك كيف كنت نقول أقول عن الهتوة قد تكون مجملة وقد تكون مرسلة منين تخرج
يا هو لك إلا تيت نحكي لك فركاتيها طلعت مد ذو العلم بطالب اللي يصف فيها مواصفات الفتى الله ومنين يصف فيها يا غير مونك حد له يتطعرش بشي والله حد له يتحدى المغنين بشي والله حد له يتحدى القرايح بشي وتحق تحقوا عنده مش تحقوا عنده مش لا حق هم اللي هامة من هامات الأدب قايد 1908 1908 لا شو من التركة شو من التركة ظلهم تعرف يا يتباركم على غنى وبقرايح وزينات وتوفى ظلهم مثلا تهم عنهم لاهي تلاوية يشتركوا معاه الحلبة في ذاك الميدان وعقب من اللي منين عرف العرف عن حق لا منين وجه الوجوه يا هو ذاك ما أرفع عن الميدان اللي يدفعوا فيه الجمال والحشيان وعود الحشيان ماضي لا لا هي عقب إلى هي الميدان يا ابن ابن أم هذا مجد إلى هي الميدان وفي حسن حوكه والله اسمع إلى رمت قرض يا الفتيان إلى رمت قرض الشعر أدنى قطوفه إلي فأجري منهما أنا جاني فقاصيه دان لي وعاصيه دائن وأعينه شوقا إلي رواني ولم أكو في أخذ له متكلفا فما هو إلا مختف بلسان تجاهله الركبان في كل موكف وتقذفه في أمان شوف تقرأ أحد المجتمع الله تقرأ أحد المجتمع ما يقدر يقول المجتمع منين تخلص منين تخلص اللي قال لهم في هذه الطلعة الطنانة الحائية العظيمة كيف ما قط شاف شيء زين من هذه اللي بها اللي لابد للإنسان يعود الشباب يعرف عنها هي هي الجامعة للأديب والفتاة لابد لهم يعرف يا الناس اللي ما النسامين لا حق فيكم استلم لا فاش تأكلوا أرض الناس الآخرين بس واغة والكذب والتلتاح من أس من أس تطيحهم من العين زمان يحكون الفطح زين هو الكلام وراء ظهر شيء وسوقع إلى عاد مزاح أنا العاد همكم شي زين قابحوا به في ميدان القباح يتم لا يطيح في الوذنين اللي في الوذنين ما قطع راهو ذاك الكتب واكلين من غيبة الناس يدور يقمح عبد الله لا إله إلا الله من زين ومضاربوا معنا الداثنين وقدموا لنا منكم عين المراح أيوه عين المراح أكتبوا اليوم الكبير جايين ما خيبوا هذا جايين به صح قوموا نعطينا زر المتين زر الكتوب زر الالواح كيف تفل عرابه بيات زينين قاسين من قصائد المصباح وكيف التبيين التبيين بين الافعال المعتلين والصحاح سالم ومهموز ومضعفين اصحاح له في المعتل التاح مثال وجوف ناقص مسيكين لفيف بنواع ولثنين صاح مفروق ومقرون ذاك بعد زين اولاد العرب كان لقحا وبعد فتاء افتح حقيقه ولا بغيت يم الفقه في الدين ايوه واجب ومندوب ويم مباح كيف اذا كان كله عنده معنى اختيار للامثله في اللفيف والمفروق والناقص ناقص مسيكين والذبح اذا كان كله عنده معنى في القضيه وضربات موجعه للذكر كيف باب الذبح باب هي زاد مولي باب طياح نص الطياح تعرف هو طياح وهم يذبحوا كلهم الله كيف باب الذبح باب هجين غير زاد مولي باب الله باللي قط قال فيه ذو النورين واللي قال فيه والعبد الجراح واللي قالوا لين المتعدلين اللي هم قالوا كل هم قاع مفتاح العلم وقالوا الاقطاب الاخرين واللبونه والعبد الجراح ودواوين الشيخ ملعينين بيت العلم الزين والصلاح هذا انتم هو الجايين بي ومتقدمين للقباح مرحبا بكم وخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه وخير اثنين طاح تسمعتك وخير اثنين واللي ما سندوا ذراعه طاح زين واللي ما سندوا ذراعه لا طاح مرحبا بكم وخير اثنين واللي ما سندوا ذراع لا طاح انتم من ذاك ناصطين وابدو قلتوا لنا زاد وراح ويمكم لا يم التبيضين والتمشرين مع يم تسداح حقيقتوا مغنينكم كاملين وعسكم لان قيم فيهم النوار الله سمعتوا مثل تسلاسة الله يا الله سمعتوا مثل تسلاسة حتى يقد زاد حتى عسكم لان قيم فيهم النوار معروف أصلي في الدريز المتين أنا هو رفاد الأرواح ميباني حاكات في الضيوين ومحوصيني أهل الميداح وعند أهل الشواغ حنك تباردين تكيبر نصنت اللمداح وقابحت في خيامي قام نخرين ولا نرتمع بي في الرماح والبرمي لاقي متزينين ونفاصل ويلا عاد صولاح ونفاصل زاد ونفاصل منين يبكم ومنين يعود باح
وتقد تسولوا المغنين عني في الموش بلا اللي باح قاطعت اولاد هالدار الاثنين وشيتهم بها لا تقرع شيتهم بها لا تقرع لا تقرع قاطعت اولاد هالدار الاثنين فيه بابا يرحمهم الاثنين قاطعت اولاد هالدار الاثنين وشيتهم بها لا تقرع ايوه وقاطعت والكويري قاطعت بزمين عاقب ذاك قطعات مزاح وقاطعت والبكار عابدين وهما المغنيين الصحاح قال لي حد عنه حكاها الحكايه الاولى على عابدين وللتقي ولا تم يصنت قال قاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقراح ما اتكلم وقاطعت والكويري قاطعت بزمين عاقب ذاك قطعات مزاح ما اتكلم وقاطعت والبكار عابدين قال له غنيت بدي عابدين الله يزاد ولا ما يا شو غنيت عليك قالوا صاحبه حتى والله لا هم المغنيين الصحاح والبتوتة كاملين ولا فيهم الخافض فيه الجناح قلت الكريس ايوه وقلت التهيدين والطلع والمدايح والمداح وشبحت وذرعت في الموزون لين بحيتين بقيت باح لين بحيت لين بقيت باح ولكم راني خطيت فيهم الجواب الى قد يضاح ولا خطيت لا خطيت المضرب المضرب الاول المضرب الثاني فيهم الجواب الى قد يضاح الى انتم ما انكم قادين روحوا لروسكم خير حد يستراح سكتوا عنا واحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماع بس يا الوداع الوداع سكتوا عنا واحنا ساكتين عنا انا قلت تهرب قلت لك هاي ظهرك الروايه عندي عنه قايل لها احنا انا شفت فتاة لا اله الا الله مد فتاة انا مين تخرب سكتوا عنا واحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماع ومطالبين السماع طيب شفت عنه هو سامع عنهم شي ما هو زي يا غير هو لا يتملى طيب لا اله الا الله تم اللافته تم اللافته من بدايه الى نهايه هو طبيعه الفتاة ولا تبقى غشمه حتى ما طاح منه شي ما يوم وتم حافظ على الذوق العام حافظ على فارق السن وفارق السن بينهم وزين عندي قاع من ذا كامل عنه عابدين و والكويري الكويري اللي كبار منه سنا قال لا قطعات مزاح لك ذكاء قطعات مزاح هي اللي عرفت وجيتهم به وقاطعت اولاد هالدار الاثنين وجيتهم به لا تقرا لا تقرا ذاك ملي عايد زاد هو ذا كامل كله له معنى 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 موسوعة الفتاة بكل الفتاة يا من يد الفتاة يا دليل الفتاة دليل الفتاة هو دليل الفتاة دليل الفتاة هي دليل الفتاة هو لحد ما هو فاهم على عنه يا الطعود يعرف إلى متس الفقه يعرف منه الشيء داخل به جماعة شوي وإلى متس اللغة العربية كيف قال هو وضرب لها أمثلة الأمثلة اللي ضرب فمت يا أمثلة أو عار منها باللغة العربية يا غير هو قاصدها بها اللي كلها عنده معنى كلها عنده معنى في القضية كلها عنده ترميح ما لو قال لك هناك قسم سيكين الله لا في المعتل نلتاح ذا كله عنده معنى لا في المعتل نلتاح معناها إذا عاد يكون معتل لا نراني التحت فيه الله وناقص قسم سيكين ذا كامل كله عنده معنى كيف باب الذبح أنا راني لكم لهين تبارك مع الشيين قالوا ذا الله ذا كامل كله عنده معاني الله وكله عنده دلائل ومنين هم اللي قاعد يتلعب يمكن يمتلون تسلاح بسم الله هذا منين يعود يقولوا رجال يقد يقولوا هو فطن هو قالوا الكويري ونقاطع قاع مد نقد نقاطع محمد ونقد نقاطع كلهم قالوا فلان نقاطع قاع مد ونقاطع نقاطع عابدين مع انهم هم كان بما فيهم ما احد ما يلا تعود قدامه قاع الله يقول لي ما فيهم ما احد وهم غني الله يا غير الكويري غير مد نقد نقاطع بلد واحد واحد واثنين اثنين ونقد زاد عابد جاوا عليهم محمدين ولا جاوا مدين وعابدين ولا جاوا حمدين لحد ما هو كيف فتوت الكويري راجل التابه فدري قال له لغنا ما يقدر يقول لا لا حقيقة معناها عني نقول هذا النوع من الفتيان هذا النوع من الفتيان مونك يعود هو اللي سايد بين الناس آخر عصر عصرهم هم هذا هو من أواخر العصار اللي عصر كان عصر ثقافة وأدب وأخلاق لا يا غير ما فيهم حد ما هو حد يحفظ صاحب غناه ويحفظ الاخر غناه كلهم يتقبل منه غناه كلهم يتقبل منه غناه تلحقهم قام الداخلين ايامه تلحق غناهم شد اخبارهم هذا انا سيدي هذا ينعزل ذاك به اللي من الصعب هذا يدل على وماله من جيل
من جيل عابدي. شوف جيل عابدي. شوف جيل عبد الله يونسيد يرحمه. شوف شوف جيل عبد الله السالم. شوف جيل إسماعيل والمحمد. جيل وجيل. شوف شفت 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 الفتى. شفت الفتى. إيلام فقع. إيلام فقع. ما يتخلى عن مهمته التربوية. عنكم إحنا ساكتين عنكم ومطالبين السنة. ما يتخلى عن مهمته التربوية.